همك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. انت تقدر. مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم واهلا بيكم في اولى حلقات برنامجكم لقاء منتظر. لقاء منتظر اللي هنقدم لكم فيه رساله، وهنتكلم فيه عن كل ما يخص الاسره المصريه وكل ما يخص حياتكم الاجتماعيه والاسريه. كمان هنتكلم فيه عن الشباب وكل ما يخص الشباب. هنتكلم فيه عن ازاي الشباب يصنعوا اهدافهم بايديهم، وازاي يحققوا احلامهم، وازاي يبداوا ان هم يكون عندهم شغف نحو الوصول لحلمهم. كمان من خلال برنامجنا هننتظر ان انتوا تبعتوا لنا على الصفحه الخاصه بالبرنامج اللي هتنزل قدام حضراتكم على الشاشه، ولو اي حد عنده مشكله او حابب انه يوصل صوته للمسؤولين ان شاء الله ربنا يقدرنا ونكون احنا صوتكم ونوصل صوتكم في اي حاجه انتوا تحتاجوها. كمان هيكون في بينا وبينكم مشاركات هتشاركونا وهنشارككم من خلال خبراء متخصصين في مجالاتهم من خلال فقرة اسأل مع جهاد. كمان هيكون في كل حلقة من لقاء منتظر هنقدم لكم رسالة لقاء منتظر. حبيت أبدأ كلامي معاكم النهاردة في أول حلقة ليا بحاجة مهمة جدا، حاجة بقينا مفتقدينها في حياتنا كشباب وكبنات في سن الشباب، مفتقدين ان احنا نحلم، مفتقدين ان احنا نسعى لاهدافنا، مفتقدين ان احنا نحقق احلامنا. خصوصا لما جت أزمة الكورونا كان كل اللي عنده حلم خلاص بدأ يستسلم وينساه، كل اللي كان بدأ حاجة وقفت، وكل اللي كان بيخطط لحاجة ما بقاش يخطط ليها. لكن احنا دلوقتي من خلال برنامجنا بنتكلم معاكو علشان احنا زيكو، احنا منكو، يعني عايزين نوصل لكم ان فعلا الحلم ده حاجة مهمة جدا. الانسان اللي بيعيش من غير حلم او من غير هدف او من غير حاجة عايز يوصل ليها فهو بيكون انسان بلا حياة. بس واحنا ماشيين في طريقنا بيقابلنا حاجات كتير جدا، بس لو الحاجات دي ما جاتش يبقى احنا كده مش بننجح بجد، لان طريق النجاح دايما بيكون مليان بصعوبات كتيرة جدا. بس لازم تكون في حاجات متوفرة فينا واحنا بنحلم. لازم يكون عندنا اول حاجة يقين في الله، لازم نكون مؤمنين ان ربنا عارف احنا عايزين ايه وربنا قادر انه يحققه. دايما خليك عارف ان ربنا مش بيحط في قلبك رغبة الوصول لشيء الا وهو عارف ان انت تقدر توصل ليها. دايما بنبص للناس اللي بتحبطنا وبنبص للناس اللي بتقول لنا انتوا مش هتقدروا او ان انتوا مش هتعملوا ده. ارمي الكلام ده ورا ظهرك، خلي الناس دي تكون حافز ليك ان انت توصل، علشان يوم ما توصل تروح وتقول لهم انا وصلت، انا وصلت للي انا عايزه، وصلت للي انتوا قلتوا لي ان انا مش هقدر اوصل ليه. من الحاجات المهمة جدا علشان نقدر نحقق اهدافنا هي الاصرار. لازم يكون عندنا اصرار، لازم اكون مصر وعارف انا عايز ايه، لازم اكون بخطط لهدفي وحلمي. برضو من الحاجات المهمة جدا 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 اللي لازم تكون في اي شخص حابب ان هو يحقق حلمه الثقة بالنفس. لازم يكون عندك ثقة في نفسك وثقة ان انت تقدر، ودايما تكون مؤمن بحلمك، دايما تكون مؤمن ان انت تقدر توصله وان انت تقدر تعمله. من اهم الحاجات برضو اللي لازم تكون موجودة هي ان انت يكون عندك فن ادارة الوقت، ان انت تبقى عارف تمشي وقتك ازاي. كلنا بنحتاج في وقتنا ان احنا ناخد وقت ترفيهي او وقت نغير فيه المود بتاعنا، او وقت ما يكونش كله شغل وكله حاجات كده او كله دراسة ومذاكرة، ولكن لازم تستثمر وقتك في حاجات صح. يعني مثلا من ساعة فترة الكورونا ناس كتير جدا طول النهار نايمة وطول الليل سهرانة بتتفرج على مسلسلات وأفلام، وبعض الشباب بتلعب ألعاب كتيرة قوي بتكون خطر عليها. ده غلط كبير جدا. حاول تستثمر وقتك، حاول تحط هدف وتمشي عليه، حاول تكون إنسان مؤثر في المجتمع، حاول إن أنت تقدر تعمل حاجة علشان في يوم تحس إن أنت فعلا عايش بتعمل حاجة. الإنسان اللي بيكون عايش من غير هدف بيكون عايش كده في الحياة، بيكون الحياة ملهاش طعم. أنت فعلا هتحس إن أنت شخص مؤثر وإن أنت شخص فخر لبلدك والمجتمعك والأسرتك ولصحابك لو أنت قدرت توصل لحاجة أنت كنت بتحلم بيها. مش شرط ان الحلم ده يكون حاجة كبيرة، او ان انت تدخل كلية الطب او الهندسة او كلية كبيرة من كليات القمة علشان تكون انت فعلا قدرت انك تحقق حلمك. ممكن انت تكون بتحلم حلم صغير او حلم ما يكونش حاجة كبيرة بس هو بالنسبة لك حلم، فانت اوعى تستقل بحلمك، اوعى تقول مثلا الحلم ده صغير او ان انا دي حاجة صغيرة فانا مش هعملها. طول ما هو حلم فهو حاجة كبيرة. مش فكرة الحلم ايه، الفكرة في ان انت توصل ليه فعلا.
برضو من اهم الحاجات المهمه جدا عشان نقدر ان احنا نحقق احلامنا ان احنا نكون يعني عندنا ايه اصرار. لازم نكون عندنا اصرار كبير جدا ان احنا لازم نوصل لحلمنا، لازم ان احنا دايما يكون عندنا شغف نحو الوصول لاحلامنا. كمان من الحاجات المهمة جدا هي الاجتهاد والسعي نحو الهدف. لازم نكون مجتهدين، لازم ان احنا نحاول بقدر الامكان نسعى. يعني مش معنى ان مرة فشلت او اتنين او تلاتة ده مش مبرر ان انت خلاص كده مش هتوصل. انت ممكن توصل بعد 10 مرة. انت كل ما بتقع فانت بترجع اقوى من الاول. دايما خليك عارف ان بداية طريق النجاح بيكون كان قبليه فشل. برضو من اهم الحاجات المهمة جدا هي ان انت تكون مؤمن، ان انت تكون مؤمن بالحلم ده، عارف ان انت هتوصل له. كل واحد مننا بيكون عارف قدراته قد ايه وعارف قدراته فين. كل واحد بيكون عارف اذا كان يقدر يوصل ولا لا، فمالكش دعوة بكلام اللي حواليك. من اهم الحاجات برضو ان انت تتجنب الاراء السلبية. مش كل حد قالك حاجة فهو صح. في بعض الناس في حياتك بيكونوا بيتمنوا لك الخير، هم دول اللي انت ركز معاهم، دول اللي فعلا هيكونوا سبب نجاحك في يوم، دول اللي فعلا تسمع نصيحتهم. اما الناس التانية دي فهي ما تستاهلش اصلا ان هي تكون في حياتك. معانا مداخلة من استاذ مينا جمال الخبير الاقتصادي. مساء الخير. سلام يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم، نورتنا. مسي جدا. في البداية بس احب اشكر حضرتك على البرنامج الجميل وعلى المداخلة الجميلة دي، وان شاء الله يا استاذه جهاد هيكون البرنامج بتاعك من انجح البرامج في الايام اللي جايه. ربنا يخلي حضرتك. تتكلمي في نقطه مهمه جدا، الشباب والطموح. ربنا يخلي حضرتك، احنا سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. ميرسي جدا يا فندم. طبعا حضرتك شايف احنا بنتكلم عن الطموح وعن الاحلام وعن ان ازاي الشباب تحقق اهدافها. عايزين نعرف من حضرتك، هو اقتصاد اي دوله فعلا بيأثر على طموح او نجاح اي شاب؟ بالتاكيد الاقتصاد بيأثر على المجتمع ككل وعلى طموح الشباب. طيب احنا ازاي نتعامل مع الموضوع ده؟ ولكن يا فندم اتفضل. حضرتك اي حد عنده هدف يقدر يوصل له. احنا حاليا في العصر الذهبي للشباب. لو احنا رجعنا بالتاريخ المعاصر نلاقي صدرات كانت صعبه علينا عدينا بيها، وفي نفس الوقت ده خرجت رجال اعمال كبيره جدا. بالظبط. احنا في الفترة دي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بالشباب من خلال تنمية رواد الأعمال، وده اللي احنا شفناه من خلال مؤسسات الدولة بالتكاتف مع بعضها البعض من خلال البنك المركزي والتنمية المحلية. اسمحي لي بس أقول لك بعض النقط عشان نفيد الشباب ونفيد السادة المشاهدين. اتفضل. لو قدروا يستخدموها هيحققوا جزء كبير جدا من أهدافهم. اتفضل، وهو ده الهدف من الحلقة بتاعتنا النهاردة. اتفضل. حضرتك البنك المركزي منزل مبادرة بفايدة 5%. المبادرة دي للمشروعات الصناعية. يعني حضرتك لو انت عندك ورشة بسيطة، ورشة مثلا ملابس، 3 مكانات، ورشة حدادة، مش بنتكلم في مصانع عملاقة، بنتكلم في أبسط الأشياء. شاب حاجة وعشرين سنة عايز يبدأ حياته العملية، فالدولة بتمد إيديها ليه بقرض ب5% متناقص. تمام. القرض ده يخلص في اقل من اسبوعين، ويقدر ياخد 250,000 جنيه كحد ادنى يبدا بيها مشروع. مبادره جديده غير مبادره ال 5%، مبادره التمويل العقاري. اي شاب نفسه يتجوز الدوله متمثله في البنك المركزي عملت له فايده جديده 8% لمده 20 سنه، يقدر ياخد الوحده السكنيه اللي هو عايزها بقرض لمده 20 سنه، والقرض نفسه فايده 8%. تمام. يعني دلوقتي الشاب يقدر ان هو يبتدي مشروع ويبدا حياته بابسط الاشياء. الاول كانت الدنيا كانت صعبه شويه، كان لازم يبقى عنده مشروع بقاله 2 سنين شغال فيه، كشف حساب قوي، عنده ممتلكات، عنده ضمانات عشان البنك يرضى يمول له. حضرتك عارفه السيوله هي عصب اي نشاط. تمام. ولكن البنك المركزي حاليا دلوقتي لو انت معاكي المشروع لسه بتقاش الشهر ده او النهارده يقدر يمولك بسهوله جدا. دي احدى السياسات اللي الدوله مستخدماها من اجل عمل تنميه لرواد الاعمال. الدوله بتهدف ان احنا لما نوصل 2030 يبقى عندنا قاعده كبيره جدا من رجال الاعمال.
تمام يا فندم. مبادرة جديدة برضو من المبادرات المتاحة حاليا، مبادرة المتعثرين. يعني حضرتك لو انت واخدة قروض قبل كده ومش مسدداها بشكل قوي، تنزل حاجة على الاي سكور بتاعك اللي انت سلبي ضعيفة، تلاقي الفترة بتاعت الكورونا بدأت البنك المركزي دي الأسماء دي يزيلها خالص ويديك من أول وجديد، وكأنك إن أنت ما تعثرتيش. مقابل برضه الشباب، أي شاب في مصر عايز ينجح الخامات متوفرة، المساعدة متوفرة، بقي تحدد هدفك وتخليك ذكي. الهدف ده قسمه إلى أجزاء بسيطة عشان تقدر توصل له. بمثل بسيط، أنت عايزة تتخرجي من كلية التجارة يبقى معاكي بكالوريوس تجارة، لازم تعدي الأول على أولى، هدف بسيط، ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. بالظبط، في لازم فرق اخد كل كبير، المراحل. لازم في فرق كبير ما بين الأمنية والهدف. بالظبط، كلنا بنتمنى نركب أعلى أحدث العربيات، ونتمنى يبقى عندنا أحدث الشركات، ونتمنى يبقى عندنا قصور، ولكن الهدف غير أمنية. الهدف بحطه هدف عملي وبقسمه لأجزاء بسيطة، وبعمل حاجة اسمها بلان، خطة وأمشي عليها. تمام. بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ ميرسي محمود، جدا، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، ميرسي جدا. أستاذ مين، عفوا. معانا مداخلة تاني من أستاذ محمود رسلان، أمين العاصمة بحزب أبناء مصر. اهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك، برحب بحضرتك وبكل مشاهدينك يا فندم. أهلا بيك. عايزين بقى نعرف من حضرتك إيه دور الدولة وسيادة الرئيس بالنسبة للشباب في مساعدتهم في تحقيق أحلامهم وبناء ذاتهم؟ يا فندم، أولا الدورة التحولات الديمقراطية اللي شهدتها البلاد إبان 30 يونيو، والتي أعدت أحد ركائز النظام المصري، فالرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على تمكين وليس تمثيل الشباب. يعني حريص على تمكينهم في الحياة السياسية والحزبية. دليل إن كان في مؤتمرات شباب منتظمة على طول لولا فيروس كورونا. البرنامج الرئاسي المعمول لتخريج كوادر شبابية معروفة يعني. بالظبط. تنسيقية، عندك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بيبقى لهم دور وتمثيل في الحياة البرلمانية والنيابية القادمة إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله. فالدولة أصلا شغالة في المحور إن تمكين الشباب مش شرط إن فرص عمل. يعني مش شرط إن هي إن فرص عمل إن هي بعمله، لكن إن اختراقه للحياة السياسية عموما ده بيجعلهم إن هم بيبقوا قادرين على قيادة الدولة في الفترة القادمة إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله. وبعدين الشباب بيميل أساسا حاليا للمشاركة. يعني أنا شايف حاليا في بعض الانتخابات اللي جايه هيبقى فيها الشباب ممثل جامد. يعني عندك التنسيقية شباب الاحزاب داعمه بخمس شخصيات في القائمه الوطنيه. وان كان اصلا الشباب عندك في مصر ما بيحبش، الشباب اللي هو اللي خارج الحياه السياسيه ما بيميلش للزول المعترك الانتخابي. بس حاليا باللي حاصل، مؤتمرات الشباب، البرنامج الرئاسي، تنسيقية شباب الاحزاب، يبقى في دور تفاعلي اصلا مع الشباب الايام اللي فاتت كلها. انا اولا عن نفسي يعني واخد فرصتي كشاب، يعني انا امين عاصمه بس سن صغير، شاب. معايا امين الشباب خريج برنامج رئاسي. بنحاول نساعد الناس في الفتره بنعمل دورات تثقيفيه كتير قوي للشباب، يعني للخوض في المراحل النيابيه. الو؟ ايوه مع حضرتك، اتفضل. تمام، انا اتفضل، سامعين حضرتك. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك، يعني هو في وجود فرص فعلا للشباب دلوقتي ان هم يقدروا يبنوا نفسهم؟ طبعا يا فندم، يعني انا شايف ان الدوله، بقول لحضرتك هعيد تاني، ان الدوله اساسا انا شايف ان هي مركزه على الشباب، هم مركزين على محورين، شباب ومراه. يعني الدوله اصلا مركزه في المحورين دول، الشباب والمراه. بقول لحضرتك دليل ان في تمثيل شبابي في قمة مجلس الشيوخ اللي جاي، تمثيل جاي من تنسيقية شباب الأحزاب. تفتكر دوت يبقى الصدى بتاعه إيه في فترة الشباب اللي فيه؟ طب عايزين حضرتك بقى توجه رسالة لكل شاب مصري بيسمعنا، مش حاطط أهداف قدامه ولا أحلام، تقول له إيه؟ أنا كل اللي أتمناه من كل شاب الفترة الجاية إن يخلق لنفسه فرصة. يعني الدولة بتساعده، الدولة بتساعد حاليا، بتطرح فرص عمل كتير على فكرة. وارد مش الحكومه، عشان هم بيقولوا لك احنا مثلا عايزين التعيين الحكومي، وارد بس في فرص عمل موجوده. فعندك العاصمه الاداريه داخل جواها فرص عمل، في المدن الجديده بقى فيها جواها فرص عمل، في الحياه السياسيه اصلا فتح ايديها كلها للشباب. سياده الرئيس اصلا حابب تمكين الشباب الفتره اللي فاتت، لولا ما كانش
اتعملت تنسيقيه شباب الاحزاب او اتعمل البرنامج الرئاسي الشكل العام. بقول لحضرتك ان الفتره الجايه في انتخابات مجلس الشيوخ في ممثلين لتنسيقيه شباب الاحزاب، في ممثلين شباب الاحزاب بقى ياخدها تيارات شبابيه حاليا. تمام، بنشكر حضرتك جدا يا استاذ محمود، شكرا ليك جدا. ما تحرمش منك يا فندم. شكرا. خلينا نرجع لموضوعنا بقى، ونرجع لموضوع الأحلام والطموحات. خلاصة الموضوع ان انت امسك في حلمك وخليك وراه، اصنع هدفك بإيدك، خلي دايما عندك شغف للوصول لحلمك. في بقى حاجة ان شاء الله هتكون معنا في كل حلقة، وهي رسالة لقاء منتظر. رسالة النهاردة هنبدأ بيها بحاجة حلوة جدا، وحاجة هنعملها زي مبادرة كده ان احنا نعملها كلنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. القراءة، القراءة دي حاجة من أعظم الحاجات اللي في الدنيا، ولكن إحنا في جيلنا دلوقتي متجاهلينها جدا وعندنا غفلة عنها، رغم إن هي حاجة مهمة جدا. المفروض يا جماعة ان احنا نحاول ان احنا نقرأ كتير ونتثقف كتير، لان القراءة هي بتكون غذاء للروح والعقل. بدل ما احنا ماسكين الموبايل بتاعنا طول النهار وطول الليل، فاتحين الفيسبوك وقاعدين نكلم اصحابنا وقرايبنا، دي مش حاجة وحشة. احنا مش بنقول ان احنا ننعزل عن العالم او ان احنا ما نتواصلش مع الناس القريبين مننا، ولكن ندي لكل حاجة وقتها. زي ما بنمسك الموبايل طول النهار والليل في حاجات مش مفيدة، احنا ممكن نحمل ابلكيشن ينزله على الموبايل نحمل كتاب ونقرأه. نحاول ان احنا نتثقف في مجالاتنا، كل واحد في مجاله يحاول يعرف اكتر. يعني احنا بيكون عندنا وقت فراغ كبير، بيكون عندنا وقت كتير ان احنا نستغل الموضوع ده. نحاول ان احنا نقرأ حاجة تفيد المجتمع، نقرأ حاجة لما نتعلم منها نفيد اللي حوالينا، وزي ما قلت ان احنا ممكن نقرأ حاجة في مجالاتنا، فنكبر اكتر بالقراءة. القراءة دي شيء عظيم جدا، واحنا هنعملها هنا من برنامجنا، ان هي تكون مبادرة ان احنا كلنا نحاول نقرأ، كل واحد الحاجة اللي هو شايف ايه اللي ممكن يستفاد لما يقرأ فيها بإذن الله. ألو، الو، منوره الشاشه يا جهاد. ربنا يخلي حضرتك، انت منوره الشاشه، ومبروك على البرنامج الجديد، وانت تستاهلي كل خير. ربنا يخلي حضرتك. من اكبر اعلاميين مصر، وبرضو اكبر دعايه اسلاميه، انا لسه مصر. ربنا يخلي حضرتك. من افضل الناس اللي بتتكلم عن الدين والاخلاق والادب، وعاوزه ترجعينا للزمن الجميل. ربنا يخلي حضرتك. الشباب والبنات يبقوا ملتزمين، وان شاء الله نشوفك في احسن مكان. انا بشكر حضرتك جدا، ربنا يخلي حضرتك. حقيقي انا سعيده جدا يا مستر وائل بمكالمه حضرتك، وحضرتك من اكتر الناس اللي ساعدتني ان انا اكون هنا النهارده. انا بشكر حضرتك جدا. لا انا اللي بشكرك يا بنتي، لانك فعلا تستاهلي كل خير. ربنا يخلي حضرتك. محمد رمضان واداره القناه اللي يسرت لك انك تطلعي للناس وتقولي لهم احسن حاجه الناس عاوزه تسمعها منك، كلام في كلام ربنا وسيدنا النبي والاخلاق والتفاؤل اللي بتتكلمي عنه النهارده. يا رب مصر كلها تبقى متفائله، وان شاء الله نخلص الوباء من مصر، ومصر تفضل قد الدنيا باذن الله. تحيا مصر وجيش مصر وشرطه مصر. ربنا يخلي حضرتك. انا سعيده جدا بمكالمه حضرتك، وانا حابه اني اوجه لحضرتك رساله شكر، علشان انا اتعلمت من حضرتك كل حاجه حلوه. اتعلمت من حضرتك ان انا ازاي اقدم رساله، ازاي اكون صوت الناس. بجد انا اللي بشكر حضرتك. انت بتستاهل كل خير، ومعاك فريق اعداد محترم، اسراء توفيق ومحمد، فعلا من الشباب المحترمين والمعدين اللي هنشوفهم في احسن مكان ان شاء الله باذن الله. علشان كده انا عامله لهم تكريم النهارده باسم البرنامج. يلا ربنا يوفقك. ربنا يخلي حضرتك، وشكرا على المداخله الجميله دي يا مستر وائل. شكرا لحضرتك. شكرا. احنا كده وصلنا لنهاية فقرتنا الاولى، معانا فقرة مهمة جدا، ولكن قبل ما نطلع فاصل حابة ان انا اشكر فريق الاعداد، علشان هو بصراحة يعني تعب كتير جدا، عمل حاجات كتيرة جدا عشان نطلع البرنامج ده بالشكل ده. وحابة اشكر المخرجنا الجميل العظيم وليد عمارة، وحابة اشكر كل القائمين على البرنامج. وكان في تكريم كده حابة ان انا اديه لهم على الهواء قدام حضراتكم. اتفضلوا.
اتفضلي يا إسراء، بشكرك جدا رئيسة التحرير مدير الإعداد، بشكرك جدا، شكرا لكم جدا على كل حاجة بتعملوها وعلى بجد شغلكم كله ضمير، ربنا يخليكم. شكرا مشاهدينا الكرام، انتظرونا وفقرة مهمة جدا ولكن بعد الفاصل.